السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه وطالبات الصف الخامس الابتدائي مدرسه المنتزه الخاصه معاكم ميس بسنت عامله لكم مراجعه سريعه جدا وجميله جدا عن المنهج الترم الاولاني اول سؤال عندي القصه احنا عارفين ان احنا اول تلت فصول قصه علينا مقرر في الترم الاولاني طيب ما أجمل الأوقات عند اسامه اللي هو عقلة الاصبع نفتكر مع بعض كده السؤال ده من الفصل الاول خالص يبقي أجمل الأوقات عند اسامه عندما يجلس ويقرأ ويسبح وينسج لنفسه قصه جميله في عالم الخيال كيف يحول الانسان الخيال الي حقيقه بيحوله ازاي علم غزير وعمل كثير طيب السؤال التاني تاني سؤال عندي النحو التلميذ الذكي يجلس في الفصل منتبها يستمع إلى شرح المعلم جيدا ويذاكر دروسه حبا في العلم لذلك يحب الوالدان ويساعده المدرسون والمدرسات أعرف ما تحت الخط أنا عندي ثلاث كلمات التلميذ ويجلس التلميذ تبقى إيه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة، ويجلس فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة، طب يستمع إلى شرح، طيب أنا مش عارفة الكلمة دي اسم ولا فعل. الاسم الكلمة دي اسم ولا فعل طب احط لها الالف واللام يبقى الشرح يبقى يستمع الى الشرح يبقى الشرح دي كده اسم يبقى اسم مجرور اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة كده انا عملت الاعراب عايز فاعل مرفوع بالالف بدم الالف يبقى مثنى بدما قال لي انا عايز فاعل مرفوع بالالف يبقى انا حجيب الكلمة مثنى طب نشوف كده يحبه الوالدان وعايزة مبتدأ التلميذ وعايزه جمع مذكر سالم ندور كده المدرسون وعايزه جمع تكسير فين جمع التكسير اللي هو الاسم اللي بيتغير هيئته او بيتغير هيئته عن المفرد نشوف كده عندك كلمه دروسه عندك حاجه تانية? لا بس يبقى هي دروسه عطفت على فقيران صوب الخطا النحوي كان في قبل كده فيديو انا برضو نزلته لكم اسئله مجمعه على صوب الخطا النحوي وقلت لك عشان تصوب الخطا النحوي لازم الاول تحدد الغلط فين وتحدد نوع الجمله تعالوا كده نجرب اللي انا قلته عطفته على فقيران اولا الجمله دي جمله فعليه لان هي عطفته طب مين اللي عطف انا التاء تاء الفاعل تمام كل ده تمام القيلة دي حرف جر طيب المفروض اللي بعديها اسم مجرور وعشان مثنى يبقى بالياء يبقى بدل فقيران تبقى فقيرين عشان احدد الخطأ النحوي واصوبه لازم احدد الغلط فين الأول واحدد نوع الجملة نشوف بعد كده درس القراءة يهوي امير ماده الدراسات الاجتماعيه حيث يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء هات مرادف يهوي يهوي يهو يهو يعني ايه يحب ومضاد يتعرف يجهل وجمع تاريخ تواريخ ومفرد العبر العبره لماذا يهوي امير ماده الدراسات يتعرف تاريخ بلاده يستخلص العبر من سير العظماء يتعلم الحب والوفاء والتعاون والتضحيه مع الاخرين ماذا فعل أمين ليعبر عن هوايته لمدة الدراسات؟ عمل إيه عشان يعبر عن هوايته وحبه لمدة الدراسات؟ برافو عليكم صمم ألبوما ما الذي أعجب أمير في الشخصيات؟ إيه اللي عجبه في الشخصيات دي؟ طب نرجع تاني السؤال رقم ثلاثة ماذا فعل أمير يعبر عن هوايته؟ صمم ألبوما، الألبوم ده يضم صور لمجموعة من شخصي... مجموعة من صور لشخصيات عظيمة قدمت خدمات جليلة للوطن، طب ما الذي أعجب أمير في الشخصيات؟ إيه اللي عجبه في الشخصيات؟ إن هي قدمت خدمات جليلة للوطن، ما الأشياء التي ملك لنا على أرض مصر؟ إيه الأشياء اللي ملك لنا؟ البيت ملك ليك؟ والشارع ملك ليك والمدرسه والحيه والمحافظه المشاتي والمصايف والمعابد والاثار والاهرام كلها ملك لنا لماذا تقدم هذه الشخصيات أعمالا عظيمة للوطن ليه الشخصيات دي بتقدم أعمال عظيمة للوطن لأنها عاشت على أرض مصر في كنفها تحت سمائها وعلى أرضها وشربت من نيلها وأكلت من خضرواتها وزرعها فأرادت أن ترد الجميل إلى الوطن التي تربت فيه اذكر بعض أفضال الوطن عليك. إيه أفضل الوطن عليك؟ تعلمت في مدارسه؟ آه، تعالجت في مستشفياته تربيت تحت سماءه وعلى ارضه عشت في حماه وعشت في حماه وامنه شعرت فيه بالامن والسكينه والاطمئنان شربت من نيله كيف نرد فضل الوطن علينا بالايه؟ بالعمل والمثابره والاصرار على تقدمه تاني بنرد فضل الوطن علينا ازاي؟ بالعمل والمثابره والاصرار على تقدمهم ماذا فعل امير بعد ان هنأ الحب حديثه؟ ذهب إلى غرفته غرفته وأصر على إتمام مذاكرته وواجباته حتى يرد بعض من أفضال الوطن عليه نكمل مع بعض بقى سؤال القراءة المتحررة مترو الأنفاق من أرخص وأسرع وأنظف وسائل المواصلات في القاهرة يتكون من ثلاثة خطوط بدأ العمل فيها فيه 1983 وثم افتتح افتتاح وتم افتتاح المرحلة الأولى عام 1989 والناس يركبونه ليبتعدوا عن الزحام وسائل المواصلات الأخرى التي تقتز بها الشوارع وكثيرا ما يزدحم مترو الأنفاق بالركاب في أوقات دخول وخروج الموظفين والطلاب بالرغم من أنه من هذا فإنه أفضل وسيلة من المواصلات لسرعته وانتظام مواعيده ضع علامة صح أو غلط مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات قبل ما نجاوب أسئلة درس القراءة المتحررة أو قطعة القراءة المتحررة لازم أقرأ الفقرة كويس جدا مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات صح بدأ العمل بمترو الأنفاق 1979 غلط هو العكس 1989 غير الكلمة الصحيحة مما بين القوسين مفرد الأنفاق النفق تاني واحدة مضاد أرخص أغلى اول واحده لماذا يركب الناس مترو الانفاق لسرعته وانتظام مواعيده وهو افضل وسيله من وسائل المواصلات ثاني لماذا يركب الناس مترو الانفاق لسرعته وانتظام مواعيده وهو افضل وسيله من وسائل المواصلات شكرا لكم سنة خمسة وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد شكرا لكم معاكم ميس بسنت